انت احمر ولا احمر ونص؟ ولا عمر تالت تتلك شقة مفاش انا مش شغال لا 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 اوعى تفتحوا فيا في بقى لا لا غلط ما فيهاش يا عم واقفة والله واقفة شايفه هو واقف مش واقفة انت لا 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 استنى استنى شغالة وتمام تمام واخر بعدها ما بتضحك يا ولاد الخال خلاص خلاص عليها يا ما تحصلش حاجه خدها منك عليها يلا عليها مش الجو يروح انا مش عايز اقعد يا هلا امسك مال قويها ايوه ايوه حط ما يعرفوش قيمة البضاعة دي ده نسيبها نسيب الهوا نسيب الجنة يا هلا خلاص بقى سيبها ما تشفطهاش كل ليلة شكرا على الشفطة في لسه كتير ما تخافش تعال تعال اقف جنبك انا عايز اروح المستشفى عايز هابي جاز اه مش شفت واحد ملك يا عم دور احمد بقى اسمه ايه؟ اسمه الواد ده؟ انت اسمك ايه؟ شكرا يا عم يا باشا تعال تعال انا بس تعال تعال انا عايز العب تاني تعال كده هنا تعال يا عم شوف الصورة بس الصورة No.
لا حاول يركز بس احمد احمد بص كده بص كده احمد سيدي المدحت بقى شوية يلا هاي شدوا يا عم البتاعة دي هيجيلوا حاجة خلاص سيدي المدحت بقى